بيتي سعادتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأكارم، صباحكم بربحكم، نهاركم زين وجميل. مع تهطل هذه الأمطار الغزيرة، نتمنى أنها تكون أمطار خير وبركة ونعمة من عند الإله سبحانه وتعالى. إذا مع دفء بيوتكم إن شاء الله، نتمنى أن مواضيعنا تكون دافئة وجميلة وهادئة ورائعة، تنال إعجابكم ورضاكم. ككل يومي جمعة وسبت ندخل بيوتكم من خلال برنامج بيتي سعادتي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 11. هو لقاء مباشر يجمعنا وإياكم أعزائي الأكارم. إن شاء الله نكون في خدمتكم من خلال فقراتنا، برامجنا، وكذلك الضيوف ونوعية المواضيع اللي نحبوا من خلال حضورهم أن نطرق لها في كل مرة. ودائما برنامج بيتي سعادتي إن شاء الله هدفه هو بعث السعادة والطمأنينة إلى كل البيوت الجزائرية، وإن شاء الله ننالوا رضاكم ونكونوا في خدمتكم مثل ما عودتكم برامج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، دائما خدماتية ورقم واحد. إذا نجدد لكم التحية أعزائي الأكارم. عندنا اليوم مجموعة من المواضيع والفقرات راح نطرقوا لها، راح نطرقوا إلى الجمال، إلى الأناقة، إلى الحضور الجميل والهادئ الراقي، وكذلك راح نطرقوا إلى خطوات ناجحة وثابتة سيدات وجميلات جزائريات يعني سجلن حضورهن في أرقى المناصب ويعني يبقوا مفخرة لنا وشرف، إلى جانب الأسرة والأطفال واليوميات نتعنا مع أطفالنا وأولادنا والطاقة اللي لازم نمدوها لهم كلها إيجابية إن شاء الله من خلال ركن طفلي اللي راح نشوفوه الآن بعد قليل. إذا وش رأيكم نعود نجدو لكم التحية، نقولكم صباحكم بربح ومرحبا بكم في برنامج بيتي سعادتي ركن طفلي بعد الفاصل. يلا بيتي سعادتي. إذا تحية صباحية جميلة وراقية من برنامج بيتي سعادتي من مديرية الإنتاج بالتلفزيون الجزائري. صباحك بربحك أستاذ منير قتال. صباح الخير سيدة منى، وصباح الخير لكل المشاهدين الأكارم. إذا كيفاش جيت مع الأمطار الصباح يا أخي؟ سقط غير بالسياسة وبشوية. غير بشوية بشوية سيدتو، ما طهت الأمطار ربي إن شاء الله يجعلها علامة موفقة، وإن شاء الله يرفع علينا الوباء في هذه الأيام إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله نعم على إخواننا الفلاحين، إن شاء الله تكون بركة وخيرات على البلاد الجميلة الطيبة الجزائر. إذا أستاذ منير قتال، موضوعنا اليوم مهم كجميع المواضيع اللي كل مرة تكون مهمة، نتمنى هذا. مهمة ومتميزة. متميزة، يعطيك الصحة. إذا موضوعنا اليوم هو دور المؤسسات الاجتماعية في تربية وتنشئة الطفل. نعم، لما نقول المؤسسات الاجتماعية ما هي أستاذ منير؟ إذا قبل أن نخوض في هذا الموضوع لابد أن نقدم ونهنئ اليوم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ونخاطب الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة ونقول لهم يوم عالمي إن شاء الله هنيء ومليء بكل عام بالأفراح والسعادة إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا. إذا المؤسسات الاجتماعية هي الأسرة وكذلك المسجد ودور الحضانة والمدرسة وأخيرا وسائل الإعلام. نعم. إذن هذه المؤسسات الاجتماعية لها دور كبير ودور بارز ودور فعال في تربية وتنشئة أبنائنا الأطفال من خلال السلوكيات الممارسة، من خلال كذلك اليوميات، ومن خلال كذلك الفعاليات الإيجابية، ومن خلال كذلك النشاطات والمراقبات اليومية للنشاطات اللي يقوموا بها الأطفال. نعم. فقديما كانت الأسرة كانت تقوم بجميع الوظائف، ما نقولوش فقط الوظائف الاجتماعية، نقول الوظائف التربوية، الوظائف الأسرية، الوظائف الدينية، الوظائف النفسية، الوظائف الأخلاقية، الوظائف إلى غير ذلك. نعم. ثم بعد الأسرة ظهر ما يسمى بالمدرسة، ثم دور الحضانة، ثم المسجد، وأخيرا وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام لديها كذلك دور مؤثر. أكيد. ودور فعال في مراقبة جميع الأنشطة اللي يقوم بها الأطفال. صحيح. وهذه هي المؤسسة الاجتماعية يطلق عليها تسمى بوكالة التنشئة الاجتماعية. لماذا سيدة منى؟ نعم. وكالة لأنها موكلة من أجل حماية ورعاية شؤون الأطفال. صحيح. نعم. إذا أستاذ منير قتال، زمان كانت المرأة الجزائرية والعائلة الجزائرية تقول لك أنا نربي
الجاري ربي، العامير العمي ربي، المدرسه تربي. الان وعلاش يعني سؤال هذا حبيت نطرحه لك بما انك مختص في العلاقات الاسريه استاذ منير قتال، علاش الان الاسره ولات تغيرت يعني نظرتها للتنشئه هذه اللي انا نتكلموا عليها، ولات تحب غير هي اللي تربي؟ زمان كان كل جار يعيط على وليدنا ولا يعيطوا علينا كي نعملوا حاجه هكذا خاطئه نحسبوا وكان الوالد نتاعنا اللي عيط علينا. الان ولات ترفض العائله هذه التدخلات، لواش يرجع هذا الشيء؟ اذا هذه كل المؤسسات الاجتماعيه هي كلها تكمل بعضها البعض، صح. فهي حلقه متكامله. ونغتنم هذه الفرصه لتدعيما للمقوله السائده يقول لك الصلاح من الله والادب من الاباء، صح. اذا الاسره مهما كان الاسره هي الخليه الاولى، هي النواه الاساسيه في تشكيل كل المجتمع، وبالتالي الماجورة ولا الجيران ولا كافة المؤسسات الأخرى عندها دور، ولكن دورها ما يكونش كما الأسرة. هذا لأن الأسرة رغم أنه لأن الأسرة هي بيئة تسهر على تربية وتنشئة ورعاية وحماية والاهتمام بالطفل في جو من السعادة والمحبة والوفاء واحترام الوالدين بطبيعة الحال. أكيد، لكن من بعد راح نتطرق لكل يعني لكل شيء نعطوا له حقه. نتكلموا على المدرسة، على المساجد، على كل هي أنت تكلموا عليها بالتدقيق. كل مؤسسة تؤدي دورها بطبيعة تؤدي دورها الحال. أكيد، لكن أنا نقول حبذا أن تعاود تولي هذه العلاقات الجميلة، لأنه الزمان كان الجار كيعيط على الطفل بدون حساسية يعني ناخذها شيء عادي. المعلم لما يوبخ تلميذ وإذا أخطأ عادي من حقه، لأنه هو وصل روحه يعني بكل عفوية يعني لحبذا نعود نهدوا الأمور ونلو كما كنا، لأنه أحيانا لما نحاولوا نزيدوا فيها نخسروا الأمور كثير. لازم قاع درك المعلم يؤدي دوره، الأبوين يؤدي دورهم، الأطفال نعم. كذلك عندهم كذلك دور كبير ودور إيجابي، نستغلوا هذه الطاقة الإيجابية، ولكن بشيء لازم إحنا نقصوا شوية ننزلوا شوية نعطيو شويه لابنائنا، الابناء كما تربينا وخاصه ان المجتمع الجزائري هو مجتمع متماسك، مجتمع نعم. عنده تركيبه واحده، نصف واحد، اجتماعي واحد، صح. وبالتالي كل مؤسسه تؤدي دورها باتم معنى الكلمه، ولكل مؤسسه كذلك تكمل الاخرى. من اجل ماذا سيده منى؟ من اجل الاهتمام بالطفوله وحمايه الطفوله وترقيه الابناء. نعم. هذا هو الهدف الوحيد، هو حماية مصلحة الطفولة. جميل، إذا وش رأيك نشوفوا هذا الموضوع اللي أنجزته زميلة أنديرة الشعيبي اللي في سياق هذا الموضوع، يعني راح تطعمنا كثير هذا الموضوع الشيق اللي رانا نتكلموا عليه. يلا نسافروا مع أنديرة الشعيبي. إن من الضروري إدماج الطفل وتكييفه اجتماعيا ونفسيا مع معطيات الحياة الاجتماعية. فهل للمؤسسات الاجتماعية كالأسرة أو المدرسة أو المسجد دور وتأثير في تنشئة وتكوين الطفل؟ دور المؤسسات الاجتماعية في تنشئة الطفل لها دور كبير جدا، هي تأخذ جزء كبير من المسؤولية في تنشئة الطفل. بما أن نبدأ الأول، هي عملية متكاملة بين الأسرة والمدرسة والمسجد. التلميذ أول خطرة ينشأ في الأسرة، ومن بعد اللي يكتسب من عنده الافكار ويكتسب من عنده يعني اسس جديده هي المجتمع، هو المرحله الثانيه التي يلتقي بها الطفل. ثم ممكن تكون افكار ايجابيه ولا افكار سلبيه حسب البيئه اللي يعيش فيها هذا الطفل. لازم ديجا الاسره عندها دور، ديجا البريباري دو بريباري لي زونفون باش يروحوا هكا، راح تروح ليكول، كاين معلمه، كاين قسم، كاين تلاميذ واحد اخرين اي تو، دونك يفو لي بريباري سيكولوجيكمون. ما ترميش الطفل تاعك ديريكتومون هكداك، تبدا سيت ان شوك من الاسره للمجتمع، اطفال واحد اخرين، مدرسه، عالم واحد اخر، عالم تعليم. نميلوا الجانب المعرفي والجانب التعليمي للطفل، وهذا مهم، لأن الأسرة لا تستطيع أن قد تساعد في تنمية هذا الجانب، لكن لا تستطيع أن تنميه بصفة كاملة.
يعني صحيح أن الأسرة تربي وتنشأ الأطفال، لكن وحدها ما تنجحش وما تقدرش تكمل هذه الرسالة النبيلة. أستاذ منير، أكيد الأسرة هي بما أنها هي الخلية الأساسية في نوات. تكوين كل المجتمع والنواة، بارك الله فيك. وأكيد أن الأسرة عندها دور فعال. من خلال ماذا؟ من خلال سواء كانت تقوية بناء شخصية الطفل وكذلك حتى في سلوك الأطفال، لأن الطفل بكل بساطة يقلد ويلقن السلوكيات لوالديه. صح، سيبور سي يقول لك الصلاح من الله والأدب من الآباء. أكيد. وبالتالي الأسرة تنمي القدرات العقلية والجسمية والصحية للأطفال في جو ولا في بيئة عائلية يسودها بطبيعة الحال السعادة والمحبة والوفاء إلى غير ذلك. كذلك الدور الثاني اللي تقدمه الأسرة ليس فقط كما تفضلت الأستاذة الكريمة ولا السيدات اللي شفناها في الروبورتاج، ليس فقط الجانب التعليمي المعرفي، حتى الجانب الثقافي. صح. لأن الأسرة تسهر على تربية الأطفال وعلى تنشئتهم، ليس فقط من ناحية التعليمية ولا الاجتماعية ولا الثقافية، حتى من الناحية النفسية. لأنه يفترض في الأطفال لازم يكونوا عندهم حالة نفسية مستقرة وجانب اجتماعي مستقر. مثلا السيدة منى الأولياء ما لازمش يظهروا نزاعات أمام الأبناء أو شجار أو سلوكيات مخالفة لذهنية الأبناء، لأن هذا بشكل مباشر يؤثر في نفسيتهم بشكل سلبي. أحيانا بطريقة عفوية نلقاوهم يتشاجروا هكذا، يعني حاجة خفيفة برك بيناتهم، لكن الأطفال يردوا البال. أنت تقول ما رامش يشوفوا ما مش يسمعوا، هما يردوا البال. يردوا البال والطفل يقرأ مباشرة تلك الرسائل. الطفل عنده ذهن خفيف يقرأ مباشرة تلك الرسائل، وبالتالي يقلد تلك السلوكيات وتؤثر فيه بصفة مباشرة. صح. الدور الثالث هو تنمية الجوانب الثقافية والأسرية والتربوية وحتى الأخلاقية. لأن الأسرة إلى جانب تلك المؤسسات الأخرى، يعيطون لهم مؤسسات ولا وكالات التنشئة. لأنه أوكلت من أجل الحفاظ على اهتمام الطفل، على رعايته وعلى تنشئته وحتى بيئته التي يعيش فيها. طيب أهم المؤسسات الاجتماعية اللي تساعد في تنشئة الطفل أستاذ؟ إلى جانب الأسرة كاين دور الحضانة. إذا دور الحضانة، واش دير دور الحضانة؟ واش لازم الوالدين فقط اللي نخاطبوا اللي يشوفوا فينا الآن؟ صح. لازم الوالدين يكونوا يحسنون تصرف كبير في اختيار دور الحضانة، لأنه خاصة دور الحضانة اللي توفر لنا عامل الأمن والأمان والسلامة للأطفال. طيب عندنا اتصال هاتفي من مدينة بجاية. صباح الخير. صباح النور سيدة دهية. صباح الخير. صباح النور كيفا؟ صباح النور سيدة دهية، تفضلي. ايه حبيت برك نسقسي وليدي. تفضلي. عندي عنده في عمره عامين ونص. الله يبارك. نعم. ما يرقدش كاع، يقول لك توجور نلعب نلعب، يمشي في الليل في النهار. عنده طاقة. عيالي شغل حبيت نعرفك واش ندير له. هذا هو سؤالك. عندك طفل واحد برك سيدة دهية؟ هذا هو سؤالي. طفل واحد عندك فقط؟ هذا هو سؤالي، واحد بس. الله ربي يحفظه لك، الله يبارك. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. يعني احنا موضوعنا هو خاطي الموضوع تاعنا، ولكن لا باس بانك متخصص في العلاقات الاسريه والاطفال، اعطي لها الجواب. قالت لك ما شاء الله طاقه. اذا ربي يحفظه لها كما قلت السيده منى. ان شاء الله يا رب. لازم سيدتي الكريمه انك تستغلي هذه الطاقه الايجابيه لهذا الطفل. يعني تستغليها بتوجيهات وارشادات حكيمه منك. ما لازمش فقط نروح ونستغلوا الطاقه الايجابيه الى شيء اخر، يعني لازم نتفاعلوا مع الطاقه هذيك الايجابيه اللي يفرزها ابنك الى توجيهات حكيمه منك وباشراف منك، لانك انت سيدتي الكريمه اللي تشرفي وتتبعي تلك النشاطات اللي يقوم بها هذا الابن، وبالتالي تستغلي تركزي على الجانب الايجابي، لان هذا الجانب الايجابي والافكار راهي تفيده في المستقبل، لان ابنك اليوم قد يكون رجل دوله الغد في الغد، وبالتالي راهي تفيده في المستقبل. اذا لازم تركزي على الجانب الايجابي بشكل يتناسب مع نشاطاته بتوجيهات حكيمه منك فقط. يعطيك الصحة. إذا ولوا لدور الحضانة دورها الفعال في تنشئة الطفل. يعني احنا نشوفوا أحيانا يلحق الطفل تاعنا 3 سنين ولا وقته باش ندوه الحضانة ولا، وأحيانا نشوفوا اللي قريبة لينا، يعني نتكلموا بكل بساطة، لأن هذه الأمور تعني كل السيدات لما يشوفوا فينا والعائلات تقول لك قريبة ليا
ما تحوس تشوف البرنامج تاعهم، ما تشوف يعني البرامج المسطره يعني لهم، ما تدخل تشوف تقلب اليوميات كيفاه راح تكون، المهم انها قريبه ليا وما نتعبش بزاف. هذا تصرف خاطئ يعني. تصرف خاطئ واسلوب خاطئ، أسلوب خاطئ ولا يتماشى مع تربيه وحمايه الطفوله في حد ذاتها. اذا واش لازم نشوفوا؟ واش لازم دير الاسره الكريمه؟ اول حاجه تحسن اختيار دور الحضانه. انا ما نقللش من دور الحضانه، بالعكس اكيد دور الحضانه أكيد. عندها اهتمام كبير بتربيه وتثقيف الاطفال من جميع النواحي، بل تدرب حتى الاطفال صح، وتخليه حتى تدير مقارنه مع الاطفال اللي في سنه، وتكتشف حتى المواهب الاطفال، المواهب اللي موجوده فيهم، وتخليه يعبر عن جميع افكاره. ولكن لازم العائله الكريمه اللي راه تشوف فينا اليوم لازم تخير، فقط تحسن اختيار دور الحضانه اللي توفر عامل الامن والسلامه للابناء الاطفال. لازم صح. توفر، لانه دور الحضانه لازم تكون عندها عاملين مهمين. العامل الاول هو السلامه، نعم، والعامل الثاني هو الامن، لان الطفل في هذه المرحله خاصه انه صغير يحتاج الى الحنان، الى الرعايه، الى التربيه، الى غير ذلك. وحنا نشوفوا السيدات خاصه اللي عاملات اغلب الاوقات انه الطفل لازم يكون في دور الحضانه، لانه السيده الكريمه راهي موظفه، راهي كذا، ما عندهاش لا، وبالتالي تخلي الدور هذاك الثانوي، لان الدور الرئيسي هي للام بطبيعه الحال. هي للام اكيد. والدور الثانوي تقوم به دور الحضانه، اذا تخليه تعبر عن افكاره، كذلك تكتشف مواهب وسلوكيات ايجابيه للاطفال. كذلك الدور اللي تقوم به هي القدره على تدريب الاطفال. نتوقفوا هنا لانه فيه مكالمه هاتفيه. الو. الو. معكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لي أنه الطفل راهو يتواصل معنا في ركن طفلي، راني فرحانة. صباح الخير. نعم نعم. معكم سادت بالحسين من ولاية بومرداس، مكان الإقامة الثانية. نشكر كل الطاقم الساهر على هذه الحصة، وأخص بالذكر دكتورنا الفاضل جتال منير. ولسؤال فقط. يلا تفضل. للتلميذ دور مهم، للمسجد دور مهم في تربية الطفل من خلال تعليمه القرآن وألفاظه والكتابة والنطق الصحيح. نعم. فهمتيني؟ فهمتك، أنا فهمتك الأستاذ، فهمته، فهمت شوية. عاود فقط. عاود فهمه من فضلك. كان للمسجد دور مهم في تربية الطفل من خلال تعليمه القرآن وألفاظه والكتابة والنطق الصحيح. نعم. لا لا لا، نستعمل كان، نستعمل ما زال، لانه دور المسجد ما زال ولا يزال وللابد. لائحه مغلوطه الان اكيد، ظروف اللي رانا نعيشوها يعني الكوفيد 19 والكورونا، لكن المساجد تبقى يعني بدورها الفعال ومنيره المناره يعني. شكرا ليك، يعطيك الصحه. هذا ما كان قصدي به. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. الله يخليك. صح، توحشوا المساجد يعني، توحشوا. قال لك كنا نروحوا المساجد ودورها الفعال يعني. كان نقولوا لا مازال فتحت المساجد الحمد لله يا رب. تفضل. وهو تكملة للسؤال، الطفل الذكي، الطفل النشيط، يبان عليه ما شاء الله يبارك. نحيوا العائلة تاعو الأولياء، العائلة، وربي يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، وربي يحميه إن شاء الله. إذا وهو كذلك صح. المسجد كذلك موجودة هنا، المساجد إلى جانب المؤسسات الأخرى. هي مؤسسة بدورها دينية وتربوية ومؤسسة اجتماعية رسمية. صح. واش تقوم المساجد؟ تقوم بتعليم الطفل الانتظام في الصلوات في وقتها. هذا مهم جدا. تعلموا كذلك الاحترام. صح. الطفل لما يجلس، لما يصلي وراء الصفوف وراء الكبار، يتعلموا الاحترام. صح. الصغير يحترم الكبير. صح. كذلك يصلي الصلوات، تعلموا الانتظام في الوقت، يولي الطفل السيده منى عنده القدره في تسطير برنامج يتزامن ونشاطاته اللي يقوم بها، بالاضافه الى المدرسه، بالاضافه الى اللعب، بالإضافة إلى الحوارات مع الوالدين، بالإضافة إلى الحوارات واللعب مع أقرانه، إخوته في الدار، إلى غير ذلك. كذلك تولي مباشرة برنامج، يعني تعلموا منهجية التعليم، منهجية التربية الأخلاقية. حتى سامحني، حتى حفظ القرآن، الآيات القرآنية من صغر السن، تعلموا يعني تعلموا مخارج اللغة السليمة، الحروف، يعني الفصاحة، يولي فصيح اللسان. لا يولي فصيح اللسان، لأنه السيدة منى خاصة في الخطب الدينية اللي يقوموا بها السادة الأئمة في المساجد. صح.
لأنه الأصل في العلم هو الإلقاء. وبالتالي الطفل ولا حتى إلى غير ذلك من الأبناء اللي يكون عندهم 6 سنين 7 سنين فما فوق، مباشرة بمجرد أن الإمام يعطينا الخطبة هذه ولا الدرس مباشرة يستوعب ذهن الطفل. نعم. لأن الدروس هذه الدينية بطبيعتها هي دينية، وفيه كذلك جانب آخر هو جانب تربوي أخلاقي للأطفال. أكيد. وتعلموا كذلك المساجد الخصال الحميدة، الخصال الحميدة والحفاظ على التربية الأخلاقية للأبناء. التربية والأخلاق. لأن المسجد هو مؤسسة فعالة، مؤسسة تربوية دينية، وكذلك من خلال كذلك غرس مفاهيم والقيم الجميلة، الصدق، المحبة، الأخوة، التفاهم، الحوار إلى غير ذلك. حتى أبان الثورة التحريرية يعني كان عندها دور فعال في حتى تبقى الشخصية ويبقى الدين وتبقى الهوية الجزائرية. دور فعال، وحتى المساجد رغم اليوم يقوموا بها بأشياء إيجابية بعد الصلوات، خاصة بعد صلاة العصر، أنهم يقوموا في شكل حلقات السيدة منى، ويأتي أستاذ ولا إمام ويقوم يعني بتلقينهم حفظ القرآن، وكذلك يدخلوا لهم كذلك في دروس دينية إلى غير ذلك. جميل. حتى اليوم كراي كاين أشرطة دينية باش تعلم فقط الأطفال التسامح وتعلم كذلك الخصال الحامدة. يعطيك الصحة أستاذ منير، مختص في العلاقات الأسرية. موضوعنا الأسبوع المقبل راح يكون كيفية التحاور مع الأبناء. موضوع كذلك مهم ومتميز. متميز ككل المواضيع اللي نتناولوها في كل مرة أستاذ منير كتال. يومك جميل وموفق. شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا مازال عندنا موعد مع ركن خطوات ناجحة وثابتة، ركن كيف أكون جميلة وأنيقة. ولكن الآن سيدات اللي راكم تتبعوا فينا الآن، يعني قبل ما ندخلوا إلى عالم الجمال والأناقة والموضة، وش رأيكم نشوفوا هذا الموضوع الجميل اللي قدمته لنا الإعلامية زميلتنا من قاعة التحرير إنديرة الشعيبي، يتكلم على العبايات، على الأناقة للمرأة لما تلبس العباية وتخرج بها، وأكثر التفاصيل راح تشوفوها معنا من خلال هذه الورقة. يلا تفضلوا معنا. تنوعت صيحات العبايات السوداء منها والملونة لتصبح إطلالة تعتمدها الكثير من السيدات وكذا الفتيات المحجبات. عبايات حاجات دخلت جديدة تزايد بكري، ما كناش نلبسوهم، وتوك مع الوقت ولاو الناس يحبوا يلبسوهم بشي بشي، ولينا نحببوهم، نينا نجيبو لهم أنواع بزاف تاع العبايات، يعني أعراس، عبايات يومية عملية، عندنا عبايات مغلوقة، عندنا مفتوحة، عندنا عريضة من تحت، عندنا لالاتجي ضغوات، عندنا أنواع تاع أكمام، كاين أكمام تكون هكا شوسوي، كاين أكمام تكون هكا يعني مزيرة، كاين أكمام تكون كاري، كاين هنا تكون عادي تكون عريضة. الكثير من التصاميم العصرية التي يمكنك اعتمادها وتنسيقها حسب ذوقك، فالعباية هي من الإطلالات التي تتحدث بالنيابة عنك. والعباية التوندونس يحبوهم بزاف النساء، ومع عبايات اللي يكون فيهم حزام كيما هادية. هذه منيحة، يعني وحدة تروح تعمل بيها تكون عندها يعني خرجة خفيفة هكايا، وفيهم كل العبايات فيهم الشيلة تاعها. وتبقى للعباية إطلالة مميزة تشع بالفخامة والأناقة والحشمة، وتخلق الفردية لكل امرأة تحب أن تبدو مختلفة من خلال الحفاظ على المظهر المميز. شكرا لك أنديرة شعيبي. صحيح، يعني الأناقة تكمن في فخامة العباية ووقفة المرأة الجزائرية وحضورها الجميل. يعني تحية لكل مرأة جزائرية تحرص على أن تكون أنيقة بسيطة جميلة ومدبرة ورائعة وين ما كانت. إذا وش رأيكم نستقبلوا سيدة مريم عطوي ولكن بعد الفاصل. يلا
لك برباحك. صباح النور ونا. كي صبحتي؟ الحمد لله. صباح الخير جمهورنا الكريم في هذا البرد القارس. ما صباح كنا نحوسوا عليها. الموسم تاعو يعني وقته. نعم. اذا تفضلي اليوم واش راح تعطينا الحلول لصبغات الشعر طبيعيه؟ طبيعيه خصوصا اللي عنده الشيب واللي ما يصبغش ما يحبش يصبغ شعره بالمواد يعني الكيميائيه يحب في الدار ناتشورال، خصوصا اللي عنده صدع في الراس وكلش ما يحبش يدير مواد كيميائيه اللي يكون عنده صح. امراض في الراس كانت ابسط مكونات تكون في البيت ومام طون تخبي لك بزاف الشيب يعني. طيب هاد لاكولوغ واش تخرج لنا لما نعملوها؟ اليوم جينا موضوع لاكولوغ على الذهبي والمارون شوكولا. تخي بيان يعني السيدات اللي يحبوا يديروا البني الحامق والذهبي يعني الرايح البلون دوغي هكذا دوغي هكذا. تفضلي يلا. ففي الشعر اللي يكون ناتشورال اللي يكون طبيعي الشعر يكون طبيعي. نعم يعني ما نكونوش درنا صبغه من الاول. لا لا ابغى لك كنا دايرين صبغه في الاول نكونوا نحيناها ولا حالت. نعم. ما كاين ديجا موضوع نتحدوا عليه المره الجايه كيف نحوا الصبغه الطبيعيه في في البيت يعني. يلا تفضلي مريم. الو اساسات هون كاين الخل التفاح والاساس الماده الاولى الحنه. ماذا بنا الان يبداو يسجلوه الحنه الورقيه ماشي الحنه اللي تتباع في السوق اللي فيها لي برودوي كيميك يعني طبيعيه نجيبوها ندرسوها الورقيه هذيك ويكون اساسه الخل التفاح والياغورت الطبيعي. نعم الاساس هادو من المكونات لازم يكونوا في الحنه خاطر الحنه عندها ماده تنشف الشعر. نعم الحنه تنشف الشعر معناتها لازم نديروا الياغورت الطبيعي. الياغورت يخليها يلمس لنا الشعر ويعطينا شويه الحيويه ما يخليهاش تنشف 100%. والخل التفاح يثبت اللون يخلي لك اللون مده طويله يثبته مليح. فوالا الوغ هذا اللون راح نديروه اللون البني. تسمى السيده اللي راح حابه دير شعرها شعرها اللون بني غامق قد ما هي حبته غامق. نعم كيما حبت هنا باش يولي هنا اللون بني نديروا له زوج معالق كاكاو. كاكاو كاكاو. نعم. اللون البني يعني الكاكاو ما كاش بيت ما لقاوش فيه الكاكاو. كاكاو موجود يعني خصوصا في الفليغاتو يعني صح نستعملوه نستعملوه ملعقتين على حسب الشعر تاعك يكون طويل ولا قصير ولا الكميه على حسب الكميه على حسب قد ما يكون شعر طويل قد ما نديروا كميات ربعه خمسه كي يكون قصير منى نديروا هاك ثلاث مغارف ثلاث معالق كافي. وكذلك على قدر الكثافه كثافه الشعر فوالا كثافه الشعر. وهنا كذلك ملعقتين من ياغورت طبيعي طبيعي وخل التفاح هذا كله نمزجوه مع بعض. خل التفاح ما نكتروش ملعقتين ماكسيموم. وهنا باش يزيد الكثافه تاع اللون البني قهوه القهوه ولا حبيناه يعني مارون فونسي نشمخو بالقهوه سختو كي تقعد في لي تيرمونشي كي نطيبو صباح تقعد وكلش ما يرموهاش يعني يستعملوها ملعقتين يعني لي روسيت تاع لي غومير اقتصاديه ومفيده جدا مفيده. صح زمان كانت هكا المراه الجزائريه تصنع جمالها واناقتها بابسط الاشياء بابسط الاشياء خصوصا الامهات اللي موجودين في البيت وما يحبوش حتى اللي تحب تحافظ على شعرها شعرها ما يحبش لي برودوي خصوصا الحنه تداوي بزاف الشعر. صح وانا في الموسم كما المواضيع اللي هضرنا عليهم موسم تساقط الشعر مليحه تغذي بزاف الشعر خصوصا اللي تخلي له الفراغات في الجدره تغذيه بزاف في الحنه يجي اللون رايح شويه بني فوالا تجيكم كيما الصبيغه اللي نديروها عند نفسها هكا دقيقه مام لابليكاسيون نديروها في الشعر كيما صبيغه نبداو من الامام ولا من الوراء ولا كان الشيب نبداو من الامام ولا ما كانش الشيب نبداو من الاسفل يعني. فوالا ونخلوها في الشعر ثلاث سوايع اربع سوايع قد ما حبوا خمس سوايع حتى ست سوايع سبع سوايع ما يخافوش عادي يعني خاش كلهم مواد طبيعيه وناتشورال للشعر معناتها يفيدوا بزاف للشعر يعني اللي راهي تتبع فينا الان تدير شغلها طيب كلش تحب ما ملي ديرها لي يخرج تحب لي يخرج لها اللون غامق كثير ولا حاجه تحب ديرها في الليل وتبات بها عادي يعني تقدر تقدر
تقدر نعم. يعني عادي وغدوه صباح ربي تغسلها بالشامبوان نورمال كيما نديرو يعني اي شامبوان يعني تغذي شعرها وتلونه وقد ما نحبوا نفونسيو قد ما نزيدوا الكاكاو باش يخرج هذاك اللون الكاكاو ولا القهوه الكاكاو ولا قهوه الكاكاو يعطيك اللون البني اللون البني يكون لامع ولا القهوه يكون يجي غامق مليحه هكذا درتي لنا الفرق بيناتهم الفرق فوالا قد ما نزيدوا كاكاو اللون البني يعطيو لك كاكاو ريحه القهوه يتعبق مع صباح صباح ربي هايله فوالا منى هاكي وراها جميل يعطيك الصحه هكذا يا تبدا على حساب الشيب منين يبدا على حساب الشيب فوالا مليح وقد اللي تكون عندها الشيب نكثروا من القهوه باش يغذيها ديجا الحنه اصلا تغطي الشيب تغطيه يعطيك الصحة واللون الذهبي نعم توجور المكونات دائما المكونات يكونوا موجودين الياغورت ناتورال والخل التفاح ايه والحنة الحنة دائما تكون حاضرة دائما تكون حاضرة خاطش هي اللي راح تخبي لك النوعية تاع الشيب وهي اللي حتداوي لك الشيب وهي اللي تنقص لك شوية تساقط الشعر يعطيك الصحة نصائح مفيدة فوالا هكذا حنة دائما الياغورت طبيعي بأبسط الأشياء يمتيت بورس كيما نقولوا مقدور عليها الخل خل التفاح هنا باش يعطينا اللون الذهبي واش نزيدو الكركم 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 خصوصا كي يكون شعرها في يعني شعر طبيعي ويكون لون شويه فاتح يخرج اجمل لون يعني انا راني مجربتها في شعري لو كان مانيش استعملتها هذه الخلطه استعملتها في شعري الكركم اجمل الشعر لازم يكون طبيعي ولا اللي تكون دايره ليماش ولازم يكون النوع تاع شعرها يكون طبيعي فوق ليماش بصح ليماش لازم يحولوا لما يبدا يروح اللون تاعهم قاعدين باش تقدر دير هذه الوصفه الصين واللون تاع ليماش يبدل لهم يخرج الدون يعني الاخضر يعني حبيتي تقولي مريم لما يبدا تروح لا كولور نعاودو نجددوها نحيوها فوالا ميم اللون تاع الجدره تاع الشعر طبيعيه تخرج لون ذهبي بزاف جميل يعني نتمنى الان دوكا راهم يشوفوا فينا مازال الحال يروحوا يحضروها غير بشويه هكذا نكونوا فدناهم والكركم حسب وش يحب تخرج في اللون نكهه تاع الكركم هايله مليح ما مفيد جدا للصحة. حتى في الاكلات بني الاكلات عاد يدخل بكري ما كناش نعرفوه الكركم يدوكا دخل المطبخ دخل المطبخ بقوه هو والزنجبير صح فوالا شوفي اللون تاعو بدا يتغير رايح الاصفر روعه هنا باش نشمخوه ماشي بالماء العادي حكينا عليه المره اللي فاتت على الشعر الطبيعي للشعر على لاكيغاتين الماء البابونج نرفدوا كميه من الماء البابونج حطوها في المداشي نشروها البابونج يتباع عند الاعشاب تلقاه ورود صفراء البابونج وعنده اقبال عنده اقبال هو والكركم عندهم اقبال نشمخوها بالماء تاع البابونج يجي لونه اصفر هاك يجي لونه اصفر نعم نشمخوه باللون تاع الماء البابونج لازم ماشي الماء العادي البابونج مفيد بزاف للشعر يعني يعطيله نكهه يحييه مام يخليه ليس كانت ويعطيله لون جميل ويغذي كذلك في الشعر يعني يغذيه بالبزاف يعني مريم اليوم نصبغوه ونغذو الشعر في نفس الوقت نفس الوقت هذه الامور طبيعيه فاش مليحه جمال وصحه كذلك اللي يحب يدير اللي تحدثنا عليه كانت الفيتامين سي قلناها المره فاتت نقدروا نزيدوا مغرفه من فيتامين سي يعني يزيد يقوي لك شعرك يزيد يغذيه لك افضل شوفي اللون اللون اصبح اصفر يعني بين تاع الماغون والاصفر صح حولك الفرق لحبذا احلى من فضلك نشوفوا الفرق هذا اللي حبت شعرها بني غامق بني غامق وهنا ذهبي وهنا الذهبي يعني دون البلون كلير فوالا بلون كلير يعطيك الصحة بالنسبة اللي يكون شعرهم أسود غامق ناتشورال طبيعي يعني غامق يقدروا يديروا هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع أربعة ما يخافوش باش يتكلخس لهم شعرهم ما يخافوش يعني ما كان حتى ضرر في الشعر حاجة ما تضرهم حاجة ما تضرهم كل شيء أنواع يعني مواد طبيعية والسن سيدة مريم
ما عندوش سن، يعني اللي يحبوا لي يصبغوا يبداو من العشرينات، ولا الامهات الكبار اللي يحبوا ينقصوا الصبيغه عاد يخلوا شي مفيد بزاف ليهم، سختو الامهات اللي السن تاعهم فوق ال 55 وما فوالا ما يحبوش يصبغوا بزاف شعرهم باش ما يطيحش. باش والعرايس تاعنا الان مع زمن الكورونا بدنا نخافوا، يعني يخافوا يروحوا لقاعه الحلاقه والتجميل. مليح تعمل هكذا في البيت تعمل فوالا، خصوصا كي يكونوا قلت لك الشعر طبيعي، لازم يكونوا الشعر طبيعي. اما الموضوع الجاي ان شاء الله نتكلموا على كيف ننزل صبغه الشعر في البيت. نعم يعطيك الصحه. اذا يعطيك الصحه، شكرا جزيلا سيده مريم عطوي على هذه الوصفات الطبيعيه اللي قدمتيها لنا. اذا نقول لك ابقاي معنا ما تروحيش. شكراً. نقول فقط اهداء صغير من منصور ببسكره، يحيي اخته نعيمه بعيد ميلادها، وكذلك صديقته اخته زميلته سيده زهيه رزقي. اذا واش رايكم مشاهدينا الافاضل متتبعي برنامج بيتي سعادتي وعلى المباشر، نروح الى ركن خطوات ناجحه ونتعرف على جميلة الجزائر اللي رايحة حاضرة معايا اليوم من خلال هذا البورتري اللي عملته لنا زميلتنا إنديرة الشعيبي. تفضلوا معايا. لم يقف يوما فقدان البصر حاجزا أو عائقا أمام طريق الإبداع الإرادة والنجاح. أمينة كرمية تمشي في طريق النجاح والطموح بخطى ثابتة ومستقلة. هي معلمة لغة عربية في مدرسة المكفوفين بالعاشور، متحصلة على شهادة ليسانس في السمع البصري، ومتخرجة من المدرسة العليا للصحافة والإعلام. شحالكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. اليوم راكم واجدين؟ نعم. راكم محضرين جيدا؟ نعم. أستاذة اللغة العربية أستاذة رائعة ولديها طريقة ممتازة في الشرح، وطريقتها أيضا ممتعة وتدخل المعلومات بطريقة سريعة جدا، أفهم عندها وأحبها كثيرا. أستاذة بأتم معنى الكلمة. هي أستاذة هينة، أستاذة توصل المعلومة بمعنى الكلمة، أستاذة تتقن الشرح. كان تلميذي في سنوات في مالا، كان تلميذة نجيبة، خصوصية تاعنا كانت مستقلة، عندها أوتونومي ما شاء الله. مام حاليا انسان كي يعاشرها ينسى الاعاقه تاعها، ينسى انها كفيفه، عندها استقلاليه متميزه. قامت بدورات تدريبيه في التقديم الاذاعي والتلفزيوني لتحقيق حلمها في ان تصبح يوما ما مقدمه برامج اذاعيه. في العمل نشيطه، عندها التعامل تاعها مع التلاميذ ما شاء الله، عندها كما يقولوا ان بون فيلينغ مع الزلام، يستجيبوا لها من حيث سواء الدراسه او العلاقات الشخصيه تاعها. يعني لحد الان الحمد لله ما شفناش منها حاجه ماشي مليحه. وتبقى امينه نموذج المراه الناجحه الذي يحتذى به في الصبر وقوه الاراده. ثالث ديسمبر كان اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والجزائر على غرار كل الدول العالم نحتفلوا بهذا اليوم ونحيي كل هذه الفئة لكلها يعني طموحات وكلها مثابرة وكلها نجاحات إن شاء الله. إذا من خلالها نحيي وكذلك ضيفتنا الكريمة اللي رايحة حاضرة معنا في ركن خطوات ناجحة وهي السيدة أمينة كرمية. نقول لك أهلا وسهلا بك. أهلا بك منى. مرحبا. نشكر نتحي المشاهدين وعلى هذه الاستضافه. الله يخليك. انت استاذه للغه العربيه بمدرسه الاطفال معاقنه بصريا بالعاشور، وسمعتي شهادات نتاع التلاميذ نتاعك؟ شهادات تفرح. قال لك تقرينا مليح مليح وتفهمنا مليح مليح. نحاولوا نقدموا الافضل دائما. الله يخليك. سيده الكريمه كريمه امينه كرميه، انت اثبتي الوجود نتاعك يعني ما شاء الله عليك، حتى كنت حاضره دائما مع التلاميذ نتاعك وعلمتيهم حب اللغه العربيه بطريقتك. لا، هذا هو الدور ديالنا في تعلم الفصاحه، لانهم صح. اليوم راهم عندنا في المدرسه، غدا حيروحوا للثانويه حيواجهوا عالم الخارجي.
لازم نعم. نعلمهم دائما طريقة التعامل أنهم كيفاه يواجهوا الآخر. صح، وانت يا معروف عليك أنك تحديتي الإعاقة نتاعك، وراكي تحاولي أنك تغرسي هذا في الأطفال نتاعك أنهم كيفاش يتحدوا الإعاقة نتاعهم ويثبتوا وجودهم. احنا أنا دائما نحاول أني ننقل تجربة ديالي الأطفال، ممكن نقول لهم كيف كنت نتعامل في الثانوية، ممكن كيف العراق اللي واجهتني في الجامعة مدابية هما ما يواجهوهاش الآن. ممكن صح. نحمسهم أنهم العالم، ممكن هم الآن في مدرسة خاصة لكن غدا حيخرجوا العالم الخارجي ثانوية الجامعة، نحمسهم أنه عالم آخر لازم تعرفوا كيف تتعاملوا مع الآخر كل هذا. طيب زميلتي أمينة كرمية، أنا أقول لك زميلتي لأنك اخترتي مهنة الإعلام، يعني رأي زميلتنا في الإعلام ما شاء الله عليك. الله يسلمك. احكي لنا على هذه التجربة وهذا الخيار. لا أنا ملي وقل ملي كنت صغيرة كنت أفضل الصحافة خاصة السمع البصري، وكنت أفضل في البداية أفضل الإذاعة. نعم. العمل الإذاعي. حتى صوتك إذاعي جميل. شكرا. والله ما شاء الله. شكرا شكرا. كنت أفضل العمل الإذاعي ولهذا اخترت سمعي بصري. ممكن تحصلت على 2 بكالوريا، وكنت في كل مرة كان درت البكالوريا الأولى صحافة والثانية ترجمة، لكن شكرا. حتى في البكالوريا الثانية تمنيت أني نقوم بالصحافة. تعشقيها يعني؟ أعشق مهنة الصحافة بطريقة غير عادية، أعشق إيصال الرسالة. راكي توصلي فيها يعني ما شاء الله، حضورك من خلال التلاميذ نتوعك والشهادات نتاع الزملاء نتوعك أمينة. لا لا، شهادة خاصة أعتز بشهادة الأستاذة دي، وكانت أستاذتي والآن هي المسؤولة عنها. يعطيك الصحة. قولي لي الخطوات، حتى لحقتي إلى بخطوات ناجحة وثابتة باش تحقق الطموحات نتاعك والآمال نتاعك والأهداف نتاعك. ممكن ما كاش إنسان متواجه صعوبات، بصح ممكن كان هذه الصعوبات هي اللي خلقتني وراني الآن متواجدة أمامك الآن. يعطيك الصحة. تفضلي تفضلي كلمي هم يعني مدابية، لأنه فيه نسبة كبيرة من مشاهدينا يتبعوا فينا تكون القدوات تاعهم يعني في غرس الأمل وغرس باش أنه جمال الحياة في استمرارها، يعني نطيحوا نوضوا، المهم أن نكملوا يعني مشوارنا. لا أنا الشيء اللي نقوله أي ممكن، أنا ما أعتقدش أنه كاين إعاقة، لأنه كل إنسان كاين إعاقة جسدية وإعاقة نفسية. صح. إذ أنا اللي نقولها ما كاش إعاقة للمعاق، كاين انك راك موجود، حاول انك تعيش يومك. صح. باي وخلقوا اصلا هذه الكلمه للمراه انه لازم انها تدرس، لما قالوا انه العلم نور والجهل ظلام، ممكن راحت البصيره لكن لما تدرس هو اللي يخليك تشوف العالم الخارجي. يعطيك الصحه. اذا زميلي رحيم يقولنا انه في سيده فتيحه من العاصمه يتصل بنا. الو. انا صباح الخير. صباح الأنوار سيدة الكريمة، صباحك برباحك، نهارك زين. الله يسلمك يطول عمرك سيدتي، واش راكم لاباس؟ راكم ملاح؟ الحمد لله. راكم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضلي. إذا أنا نوجه تحية لصديقتي الغالية أمينة، المرأة المثابرة الناجحة بامتياز رغم كل الصعوبات اللي واجهتها في حياتها، إلا أنها بهذا المنبر أنا حبيت نديرها لها مفاجأة ونحييها تحية صداقة، وهي أمينة اسم على مسمى أمينة، وهي صديقة الأمينة الوفية، وأنا نعتبر نفسي محظوظة أنه عندي صديقة مثلها، فأحييها وأتمنى لها كل النجاح والمزيد من النجاح، لأنه شو ما شاء الله عليها، راهي إنسانة ناجحة بالنظر إلى المسار المهني تاعها، ليس المهني فقط وحتى الخاص على المستوى الخاص، حتى أني أنا في الهاتف تاعي سميتها أمينة الإرادة لأني ناخذ منها الإرادة، ودائما كنت نوقع في مشاكل نتصل بها وتلقى لي الحلول بعض المشاكل حتى الخاصة اللي ممكن الأقرب فين لك يحلوها لك، لكن الصديق وهو مذكور في القرآن، وأنا فخورة جدا أنه أمينة صديقتي وأحييها من هذا المنبر وأتمنى لها كل النجاح على المستوى المهني على المستوى الخاص، وربي يحفظك في أمينة صحبتي أمينة. قولي لها أمينة. مش متوقع الاتصال ديالها، هذه صديقتي من أيام الجامعة، أنا هي أستاذة في الجامعة ما شاء الله كلية الإعلام والاتصال، إنسانة نلقاها دائما وهي تجدني، وكما يقولوا الصديق وقت الضيق. قالت لك أني أنا أعتبر نفسي محظوظة لأنك راكي صديقتي. لا لا، أنا هي ما شاء الله. أنا محظوظة بها لأنه هي صديقتي
يوجد أصدقاء لكن هي تتميز عن غيرهم. أكيد أبينا على الخطوة المباشر نعترف باعتراف خطير جدا، أنت أعز صديقة وأنا أحبك كثيرا. دكي غير. لا لا دكتور. الله يخليك الله يحفظك ونشكرك على هذا المكالمة الهاتفية هكذا راكي فرحتينا أمينة. هتد مع طاحت أيكي أمينة من فرح دموع الفرح. لا صاحتي صديقتي الوفية الحمد لله ونشكرها على كل مريت معها بعدة مواقف وما شاء الله الحمد لله. إذا دامت الصداقة إن شاء الله والصداقة إن شاء الله راهي نحافظوا عليها فقط. يعطيك الصحة سيدتي الكريمة. شكرا الله ولي في أمينة تاعي راهي في الحفظ والصون. يعطيك الصحة التوفيق إن شاء الله ونهاية يوم ممتعة بداية يوم ممتعة إن شاء الله. الله يخليك. إذا سيدة أمينة راكي تسمعي سيدة كرمية شهادات يعني درت لك مفاجأة صديقتك من أيام الجامعة. لا لا أيام الجامعة وما زالت حد الآن. قولي لي في حياتك في الأسرية شكون اللي شجعك؟ شكون لأنه أحيانا نفشلوا نتعبوا لا نزعفوا نتقلقوا، شكون اللي دائما تحسيه أنه يحفزك ويكون قريب لك؟ لا في ملي كنت صغيرة الأب والأم أو الإخوة كانوا يعاملوني معاملة عادية، أني نتحاسب كالأشخاص العادية. أنك لازم العمل المنزلي تقوميه كأختك، أنك لازم تقراي، لازم تنجحي. الأب أكيد، الأم، كلهم الإخوة سواء الذكور أو الإناث كامل وقفوا معايا. كل شخص تعلمت منه شيء، كل شخص كان ترك بصمة في حياتي، وأي شخص مررت به ترك بصمة. أكيد ممكن مع منذ دراستي في الصغر حتى الآن كل شخص مر بي أكيد تعلمت منه شيء، خذيت منه شيء الإيجابي. يعطيك الصحة أمينة كرمية. قولي لي الآن أهم الأشياء اللي تحبي تغرسيها في التلاميذ نتاعك في القسم نتاعك وهما يتعلموا لغة البراي ومن خلالها بها يتعلموا فصاحة اللغة العربية وجمال هذه اللغة العريقة الأصيلة. أنا دائما نحاول نعلم للتلميذ أنه يكون يتعامل ببساطة، والبراي ما هي إلا وسيلة، لأنه الآن تغيرت المعايير، أصبحت التكنولوجيا الحديثة. نعلمه أنه لازم تعلم البراي أولا لأنها هي الوسيلة اللي تقرأ بها، وتتعلم التكنولوجيا الحديثة، وتتعلم روح المواجهة، أنك تواجه، أنك ما نحاول نزرع فيه ثقة. صح. طيب سيدة أمينة كرمية اليوم نهار المفاجآت، يعني كما هذه الأمطار الغزيرة الهائلة الرائعة رانا نوجد لك مفاجأة أخرى جميلة. قولي ألو. ألو ألو صباح الخير أمينة. وش راكي كنزة؟ راكي حبيبتي لاباس؟ اليوم نهار مفاجآت. اليوم نهار جميلة العظيم. أول شيء صباح الخير لسيدة منى العواد، صباح الخير لكل اللي راهم حاضرين. شكرا على هذا البرنامج الممتاز، يعني خصوصا هذه الفقرة اللي أكيد أنه تصنع الإرادة، تصنع العزم للمرأة الجزائرية. أنا لما شفت الأمينة فرحت مباشرة للهاتف واتصلت بكم. أمينة هي عنوان للإرادة، أمينة هي عنوان للشجاعة. أمينة تعرفت عليها من خلال زميلة في معهد الإعلام، وكانت طالبة عندنا في الإعلام رغم ظروفها إلا أنها تحدت جميع الصعوبات. كانت تدرس مبتسمة، عمرها ما اشتكت دائما، يعني تشوف لي قل منها تقولي أستاذة أنا نشوف الناس لي قل مني، ما نشوفش أنا حالتي ولا نشوف الناس لي أضعف مني. أمينة كانت شاطرة كثير، كانت تواجه كل الأمور بحب، وعمرها ما مرات الألم داخلها. فالله يبارك، حصلت على شهادة الماستر بامتياز وإعلامية ممتازة، ذات صوت جميل جميل جدا، هي طالع الكتب. ألو جمال صوتك سيدة كنزة، جمال صوتك، تفضلي. الله يخليك أخونا، الله يخليك والله كلامك جميل، يعطيك الصحة والشهادة. الله يبارك النسائية العظيمة لك وقاعدينها. فأنا أدعو أختي منى جميع المنابر الإعلامية في الجزائر أنه يهتموا بهكذا كفاءات، لأنه أمينة ربي ربما نزع ما نقولش نحلها، أعطاها البصيرة وهي أهم شيء. كاين ناس عندها كلش لكن ما عندهاش قوة البصيرة، أمينة راح تخلق معجزات في مجال الإعلام لأنها ببساطة تحب المجال، وفي كل المجالات الحياتية
وكل الناس اللي كما أمينة لازم احنا نشجعوهم لأنه عندهم دور في هذا المجتمع. وأنا نحييكم لأنكم يعني أنا فرح كثيرا لأني لقيتكم، يعني عيدتوا لها وجبتوها وشجعتوها واهتميتوا بالموهبة تاعها. أنا من هذا الباب يعني ربما حنقول الأمينة نقولها شكرا، لأنه بين قوسين أمينة إنسانة طيبة وملاة خير وكان لها فضل كبير علي كثيرا الحمد لله. أنني بعيدة الآن لكن لما شفتها صدقيني أخت منى دموع جوني لأنه يعطيك الصحة سيدة كنزة، يعطيك الصحة على أحلى كلام وأحلى شهادة. عرفينا بالسيدة الفاضلة اللي تكلمت أمينة. نعم أخت منى واصلي معنا سيدة كنزة ليك أمينة. هذه أستاذة كنزة أستاذة في كلية الإعلام والاتصال وهي زميلتي كذلك، وهي زميلة في زميلة عرفتها من صوتها سيدة عبدالله كنزة. تحية صوت كبيرة. متميز صوتها وحضورها وإعلامية متميزة متميزة وأنا أخذ منها كثير من الخبرة ممكن نحتاجها ولا أي أمر دائما نرجع لها. صاحبة القلم السيال كما نقولها أنا. لا لا ما شاء الله سواء في حصصها فنية السمع البصري أو لا نخدمها الله يخليك. لم تعد تلك المرأة الناجحة في البيت، من خلال برنامجك اكتشفنا نجاحات واكتشفنا أمور ربما لم نراها في برامج أخرى حياتي ومزيد من التألق منا ومزيد من التألق أمينة. شكرا لك سيدة كنزة زميلتي وصديقتي، شكرا لك وسلامي للأميرات الجميلات اللي راهم عندك في البيت ما شاء الله نحييوهم. إذا سيدة أمينة كرمية شهادات مثل هذه يعني نفتخروا بها. لا أكيد هما الإنسان عمره ما يقدر يعبر على نفسه كما لما يعبر عليه لشخص آخر، لأنه ممكن أنا أمور ما نقدرش نشوفها في نفسي ما نقدرش نعبر عليها، لكن يفرحني أنه لما صديقاتي هما اللي عبروا هما اللي ينقلوا بكل صراحة بكل يعني صراحة وبكل ممكن جاملوا شوية. لا لا ما جاملوش لأنهم يحبوني أنا نعرف كنزة شخصيا ما تجاملش لا ممكن يحبوني على بها هذه المجاملة. قالت لك أستاذتك قالت لك أنت رمز للإرادة يعني وللقوة وللصمود وللطموحات يعني وتحقيق الأهداف. لا مازال ما حققش اهدافي وش كامل. مازال مازال كثير مثلا قولي لنا بعض الاهداف اللي راكي متمنيه تلقيها. مازال اهداف مسطره ان شاء الله ان شاء الله, الله كما يقولوا. احنا دوكا رانا مع في مدرسه راني نعمل انه اني مع الاطفال راني نعمل ونشوفهم لما ينجحوا لما يتحصل شخص على البكالوريا او الجامعه نفرح ممكن اكثر من فرحتي. وانا اهدافي مازال ان شاء الله هذا العام ان شاء الله دكتوره ان شاء الله تكون عندي حصه في الاذاعه ايصال الرساله صوتي للاخر كل هذا نتمناه ان شاء الله. يعطيك الصحه. واذا حبيتي تقولي كلمه نعطيك يعني فرصه باش تقولي كلمه لشخص معين يعني لمن تقوليها. اكيد نقولها الوالدية لاسرتي يعطيكم الصحه انكم وقفتوا معايا. نقولها ثاني لصديقاتي لانهم عندهم دور كبير في حياتي كل صديقاتي بدون استثناء لاني لو ذكرت اسمهم كثير بدون استثناء نشكرهم. كاين ثاني اشخاص وكانوا عندهم بصمه كما مدام خودري اللي الان صدرت كتاب حول مرحله معينه من دراستي في مدرسه حيدره كي كنت بديت صغيره وكانت هذيك نقطه تحول بالنسبه لي وتعلمت فيها اشياء كثيره. كاين اشخاص كثير كانوا لديهم بصمه في حياتي حتى انت كنتي بصمه في حياه العديدين على حسب الشهادات القليله اللي شفناها هذه الصبيحه. لا لا حمد الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله كل انسان نكون كما يقولوا نكونوا جانب ايجابي الحمد لله ان شاء الله. اذا سيده امينه كرميه ولا نقول لك زميلتي في هذا المجال الرائع والجميل الاعلام شرفتيني اليوم يا جميله من جميلات الجزائر. شكرا شكرا يعطيك الصحه. شكرا وانتم ثاني شرفتونا شرفتيني بهذه الدعوه ونتمنى اني نكون خفيفه على المشاهدين ان شاء الله. يعطيك الصحه. اذا مريم عطوي نتلاقاو الاسبوع المقبل بوصفات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. شكرا لك نتمنى لك كل التوفيق والنجاح وانت كفء من كفاءات الجزائر سيده امينه كرمية. يعطيك الصحه ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا لك. شكرا. اذا بكل اسف وحزن فقدت مديريه الانتاج بالتلفزيون الجزائري مؤخرا زميله
صديقة، كانت الأم الحنون، الزوجة الصالحة، والزميلة الطيوبة البشوشة الرائعة، هي فوزية بكار. غادرتنا فوزية، ولكن دائما تبقى حاضرة في أروقة التلفزيون الجزائري بين المكاتب نتاعنا، يعني تبقى دائما حاضرة في قلوبنا، هي اللي تصبح علينا كل صباح تقولنا صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك وزين. يعني رحتي فوزية غادرتينا، لكن صوتك وروحك تبقى دائما حاضرة في المؤسسة نتاعنا العمومية للتلفزيون الجزائري، لأنك أختنا وصديقتنا. نعزي زوجك الكريم، نعزي كل عائلتك، أولادك، بناتك وأهلك، نقول لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا كثير من الناس الغاليين على قلوبنا، راحوا بصح يبقوا حاضرين في قلوبنا.